والله يا أم النور، أنتوا بتقرروا وبتبتوا بهذا الموضوع، إحنا بصراحة حطينا كل الاحتمالات قدامكم وأنتوا فيكم تقرروا. لا تأخذيني ست كريمة، فاجأتيني بهالطلب. يعني أنت يا أم النور ما بتقولي، أنت بتأمري والناس الأوادم شرواكم ونحطهم فوق راسنا. مثل ما بتعرفي ست كريمة، أخوها مسافر ببلاد الغربة، يعني ما منقدر نتصرف بأي شيء إلا بمشاورته نحن. إيه إلهي يرجع لك يا بالسلامة، بعرف إنه لازم من حقه يجي ويتعرف يعني ويسأل، وأنا يا ست أم النور بربي ابني كل شبر بندر، ومن يوم ما توفى أبوه أنا عم ربي وأسس فيه، مو ناقصه شيء الولد، بيت، مصاري، مكتب، سيارة، من كل ما جميعه. انتي مو ملاحظه ست كريمه بانه بعرف انك بدك تسالي هذا السؤال، لانه الناس لما بيشوفوني قديش حلوه وصغيره بيفكروا انه ابني عمره 10 سنين. بتعرفي يا ست ام النور، الجمال بينعطى لناس وناس، وانا بابي جودت بك على قد ما كنت حلوه جوزني صغيره، كان يخاف علي كثير من كتر ما انا حلوه. اللهم لا شماتي حبيبتي انتي، انا اول ما شفتك تفاجأت بجمالك الاخاز كثير. تقبريني شو بتفهمي؟ بعرف إنه جمالي أخاز لأنه أنا جمالي مخلط، أجدادي شي من تركيا شي من بلاد فارس شي عندي كمان شي هندي، يعني غاندي أحد أجدادي. والله يا ست كريمة حجر عينك في من الحجر الأسود، بدك تقولي ما الحجر الأسود كليته إلنا. Hi man. Hi. Are you free? No, thank you. Oh. Because I need you this night, all this night. Okay, don't worry. Sorry. شو سمية أم كلثوم علي؟ Oh nice. أنت عربي؟ وافتخر. أهلا وسهلا، هيك حنتفاهم أكثر أنا وياك. لك بتفاهمين بإذن الله إن كان بالعربي وإن كان بالإنجليزي. والله يعني شو اسم الكريم؟ محسوبك أبجانتي كينج أوف سوناتا. كينج أوف سوناتا؟ حضرتك انا اسمي حمدي، وينادوني هون في دبي وبالخليج العربي حمدي بورصه. اي بورصه سعيده يا ميت، اهلا وسهلا شرفنا. اهلا وسهلا. بس شو هي هاي البورصه؟ البورصه يا ابو جانتي هي يعني شو بدي اقول لك، انا احكي لك عن نفسي، انا اكثر واحد ابو جانتي خسرت بهالبورصه كثير وربحت كثير ان شاء الله الف مبروك، بس رجعت خسرت ثاني يا حبيبي. اي والله هي الدنيا مره فوق مره تحت يا سيدي. يا سيدي اخ حبيبي، بس تعرف ابو جانتي؟ لا والله. انه اللي بيعرف يشتغل بالبورصه او بالاسهم. الاسهم؟ اي والله. روبن هود وعنتر بن شداد؟ لا يا رجل، وين راح تفكيرك؟ الاسهم يا ابو جانتي هي شغله مضاربات، يعني كيف ضرب بوكس يعني. لا يا رجل لا، وين انت بس سريع شوي. طيب معك. لا تاخذني بس لانه وفر. لا لا حبيبي، المضاربات يعني ممكن انت بضربه واحده معك 1000 بتصير 100,000. معي شي 150 درهم بيمشي حاله؟ جيت متأخر كتير. خلص كل شي متأخر. خلص كل شي. الله وكيلك، مالي بالطيب نصيب يا عمي، لكن اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. وحضرتك ضربت ولا هربت؟ لا لا يا ابو جنتي، حمدي بورصة بيهرب؟ معقول هالحكي؟ بري عليك يا حبيبي. انا اذا بدي اهرب لمين بدي اترك كل هالنسوان؟ كل هدول هون هون. وين نسوان؟ مالي شايف نسوان يا ابو جانتي. هلا اصبر صبر صبر ابو جانتي، الله يخليك، بتلاقينا شي محل ورده هيك اخذ منه بوكي ورد ظريف، لانه مو معقول اروح ويدي فاضيه يعني. لك سيدي الواجب انت، 30 ثانيه بتكون جنب احلى محل. الله يسلمك يا حبيبي. سمعنا شي لعيونك؟ ها هلا حمدي بورصة. هلا ابو جنتي. هلا بورصة صبرا بنهود ما تكلف. ويلكم تو يو اي.